تحية لكل الأحرار والحرائر أينما كانوا في أنحاء العالم. قراءة في رواية رحلة في حفريات الماضي الجزء الثاني، حكاية مقتصبة. قضى محمد الورياشي أياما طويلة في المكتبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بظهر المهراز، يقلب الوثائق التي استطاع الحصول عليها مقارنا وقارئا ومحللا. وجد نفسه في عزلة تامة عن رفاقه وأصدقائه بالكلية، فبالكاد يذهب للمقصف لرشف الشاي مستمتعا بأغاني الثورة وأشعار تتغنى الربيع العربي. اعتكف مدة طويلة على مخزون ذاكرة الريف، يقلب أوجاعه وآلامه وقهره والاستدلال المخزني الذي أحدث حنقه وغضبه وثورته، ونظمت تظاهرات كبيرة بالريف. لم يبقى محمد الورياشي مرتبطا بالريف كذاكرة مرت وانتهت، فلا يزال القهر والظلم والإجرام يطبع صفحة الواقع الحاضر. أتى يوم اللقاء الجامعي ليعرض الطالب الباحث أمام جمهور الطلبة في الساحة الطلابية ما توصل إليه من نتائج في دراسته لقضايا الساعة المستعجلة. أخذ محمد الورياشي نفسه بعمق حين وصل حنقه ذروته توسط الجموع التي أحاطت به، يستعد لإلقاء كلمته وهي عبارة عن مقاربة لتاريخ انتفاضات الريف كمدخل لفهم انتفاضة الريف الأخيرة. تحية نضالية أيها الطلبة والطالبات، كما تتبعتم الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيره وعاينتم مظاهرات الريف منذ أيام كانت أشد ثورة عرفها الريف بمدينة الحسيمة، حيث ضدمت تظاهرات شارك فيها الآلاف من أجل شهيد الظلم والحقر والاستبداد محسن فكري. ولم ينتهي عهد الاستبداد المخزني، ولم تطوى صفحة الماضي، ولم يبقى للمصالحة من معنى ما دام نفس الاستبداد المخزني مستمر، وما دام لم يستقل الوطن من استعمار الدول الإمبريالية الكبرى وأولها الأم الحاضنة فرنسا. ولعل الاستعمار الجديد أعتى وأمر من الاستعمار العسكري، تتحكم فرنسا الأم الحاضنة في كل المؤسسات التي بيعت أسهمها بمشاركة الملك حاكم البلد وحاشيته، بحيث أصبح يمتلك ثروة طائلة يتحدى بها العالم، وليس فقط الطبقة المخزنية التي استغنت في عهد الملك الراحل. مضت الدولة نحو خصخصة غير عابئة بمصير أمة تنهار اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتفقر كل فئات الشعب لتستغني فئة وقلة القليلة من المجتمع. العولمة والإمبريالية الحداثية قد أهلكتنا، فصيانة الماء والكهرباء تتحكم فيه شركات أجنبية، والتعليم العام ينهار بعد أن فتح المجال للتعليم الحر الذي تمتلكه برجوازية مقتنية من أصحاب المال والمشاريع والسياسيين البرلمانيين الذين يستفيدون من سلطة مناصبهم من أجل الاقتناء. وزارة الصحة سائر على طريق الانهيار، فخصخصة الصحة أصبحت ظاهرة في المدن الكبرى، حيث نسبة سكنية هائلة تضمن المداخل المالية الهائلة للمصحات الكبرى وهي في طريق انتشارها في مجموع البلد. أصبحت الصحة مشروعاً مخصخصاً مثله مثل التعليم، وصار يتحكم فيه رجال أعمال من الخليج والدول الكبرى أو رجال أعمال مغاربة لا يعني لهم الوطن شيئاً إلا مصدراً للمال والاقتناء. بيع الوطن في المزاد العلني ولكل من يحمل المال،
أصبح الوطن سلعة رخيصة تباع وتشترى من أصحاب المال، وللملك الحاكم نصيب من ذلك المال وتلك الثروات التي تأتي من الخصخصة وحاشيته القريبة من القصر وأصدقائه المقربون. يسير الوطن في نظام العولمة والإمبريالية العظمى التي تستغني فيها قلة قليلة من المجتمع، بينما يستفقر ويجهل ويهمش باقي الشعب. انهار التعليم الذي هو أساس تطور أي مجتمع، وأصبح نظام التعليم يطبق العقود المحدودة المدى، ليصبح الأساتذة بعد انتهاء العقد معطلون بلا مورد مضمون ولا حق في التقاعد. وفي العقود الآتية سيهيمن نظام الخصخصة في الصحة، ويصبح العلاج من الكماليات التي لا يقدر عليها للبطالة وانتشار الوظيفة بعقود ونقص مداخيل الموظفين العموميين والعاملين في قطاع التعليم. يسير الوطن نحو الخصخصة والفقر، والفقر يتفشى، وبطالة الشباب الكف تنتشر، والتعليم العام ينهار. إنها حلقة مفرغة لا يقدر الخروج منها بدون إعادة توزيع عادل للخيرات وثروات البلد ومحاربة الفساد بكل أشكاله الإدارية. أيها الطلبة الأحرار، دق ناقوس الخطر في بناء الدولة وهيكلة الدولة والدستور الذي يسير به الشأن العام. ظهر الفساد في البر والبحر، وفسدت مدن عتيقة كانت منارا للعلم مثل البهجة الحمراء وطنجة التي صيرت بؤرة للفساد البري والبحري، والبيضاء التي سودت من كل ألوان الفساد الإداري. وسل الفساد بين شرايين الدولة كالسرطان الذي يسرف الجسم وينهشه ويخربه. ومن هنا بدأت المأساة، مأساة الوطن ومأساة الماضي والحاضر والآتي. أيها الطلبة المناضلون والرفاق الملتزمون، لا يمكن فهم حاضر انتفاضة الريف بدون العودة لانتفاضة الريف الماضية. فالماضي مكون ومحدد محوري لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. أرجع بكم هنا إلى محطة تاريخية قريبة، لعلنا نستوعب الدروس من مقاربة التاريخ، تاريخ شعب كان دوما يطمح للحرية والاستقلال. فهم انتفاضة 1958 و1959 لا يكتمل إلا بالعودة لأصول قرونية تاريخية لعلاقة السلطان المخزني ببلاد الريف. فقد كان المخزن يقوم ضد المقاومة وحركات التحرير بالريف، ويقف متواطئا مع المستعمر الإسباني ضد أهالي الريف بجميع أشكال الردع والقتل والتقتيل والسجن وغيره. المخزن يردع المقاومة ويصده عن الاستمرار في مهاجمة الإسبان، ولهذا الغرض قام المخزن ببعث محلات مخزنية يضع على رأسها أعتى رجال المخزن معارضة للمقاومة، وأعتاهم بطشا وحقدا على الريف ورجاله. مضى المخزن في هجماته الاستبدادية هادفا بذلك إرضاء الإسبان بعد إمضاء اتفاقيات بمزيد من التنازل عن أراضي الريف. وبالطبع كانت كل تلك الاتفاقيات دوما في صالح المستعمر الذي استطاع التوغل داخل أراضي الريف. وكان الدافع الخفي من تلك الاتفاقيات ردع قوة المقاومة التي مثلتها بعض القبائل مثل بقيوة، التي أراد المخزن إنزال أشد العقاب والانتقام منها. تمثل قبيلة بقيوة قلب الريف وقوته الهجومية ضد المستعمر، وهي رأس القبائل الريفية وقطب رحاها، وعليها مدار سياسة الريف. فقد كانت شوكتها قوية وتلحق بالإسبان الخسائر الكبرى وترده دائما خائبا خاسرا لمواقعه، تأخذ من جنده عدتهم وعتادهم، وتقطع عليهم كل الطرق للتوغل في الريف، وتمنع دون تحقيق أهدافها الاستعمارية. جاءت المحلة التي كان على رأسها أبو بكر وعونه ابن البغدادي الذين نزلوا بقبيلة بني ورياغل، وكان يتزعم القبائل الريفية في تلك الحقبة الفقيه القاضي عبد الكريم الخطابي رحمه الله،
ومعه الشيخ علي أزرقان والحاج محمد شدا مع أشياخ آخرين. تفاوض متزعم المحل المخزني مع الشيوخ وأبان نيتهم وقصدهم من إخداع قبيلة بقيوة بإدعائهم ما يصدر منها في الشواطئ البحرية من التعرض للإسبان. لكنه عندما استقرت المحل بأجديد بدأ العساكر والمخزنية بالنهب والسرقة وانتهاك الحرمات والتعرض للنساء في العين، حيث يسقون ويغسلون الملابس مع ما لحرمة النساء لدى الريفيين وعدم تعرض الرجال لهن. فاشتعلت نيران الفتن التي أولعها المخزن وعساكره ومخزنيه، وبعد الضرب بالبارود مع هجوم المخزن وعساكره. كان شيوخ الريف على علاقة طيبة مع فرنسا، فذهبوا إلى القنصل الفرنسي بتطوان ليتفاوضوا معه حول قضية المحل المخزنية، فأشار عليهم بإخراج المحلة وقيادها وعسكريها ومخازنيها خارج الريف، ووعدهم بإمدادهم بالعدة والعتاد. لكن المحلة المخزنية ضربت قبيلة بقيوة أثناء غياب الشيوخ للتفاوض، فكان منها ما كان من الهمجية والقتل والتربيع والسرقة والنهب، حتى اضطر الساكنة لمغادرة قبيلتهم واللجوء للمناطق المجاورة. استطاع البغدادي أن يستميل إليه بعض القبائل وأن ينصب منهم قوادا مقابل مبالغ من المال بدل المشايخ الذين كانوا يسيرون أمورهم الدينية والدنيوية. وأجمع أهل الريف أمرهم واجتمعوا حول شيوخهم وتجندوا للمحلة وقاوموها بالبارود، حتى أرغموا المحل على مغادرة المنطقة، فخرجت منها مزهوة بنفسها منتصرة بما أخذت من الريف من المال وما نهبت من خيرات القبائل. تحمل هذه الفترة آثارا قوية من المرحلة التي سبقتها، والتي عرفت انتكاسات سياسية وإيديولوجية متعددة داخل نظام المخزن في مؤسساته الغير الديمقراطية، وفي علاقته بالآخر الغرب المتقدم صناعيا والذي أبدى نية استعمار منطقة الريف الغنية بالاستيلاء على ثرواتها والحصول على الطاقة بثمن بخس واستيراد اليد العاملة واحتكار أسواق جديدة. انظروا وتمعنوا أيها الطلاب الأحرار كيف توافقت هذه المرحلة مع التي سبقتها، وكيف تواترت الحملات المخزنية على الريف خلال مرحلة تاريخية تعاقب فيها على الحكم وفي مدة وجيزة 6 سلاطين، وهم على التوالي: المولى عبد الرحمن 1823-1859، وبعده المولى محمد بن عبد الرحمن 1859-1873، والمولى الحسن الأول 1873-1894، والمولى عبد العزيز 1894-1908، والمولى عبد الحفيد 1908-1912، والمولى يوسف 1912-1927، والمولى محمد بن يوسف 1927. وسنقف مطولا عند أحداث الخمسينيات من القرن العشرين. لعل أهم حركة قام بها السلطان عبد الرحمن هي ضمه تلمسان بعدما بايعه أهلها على إثر احتلال فرنسا للجزائر في عام 1830، وقد سجلت سنوات حكمه نظام الجيش المغربي في واقعة إسلي سنة 1844، وانهزامه في حرب تطاون أمام الإسبان بعد سنة من هزيمة إسلي. غير هذان الحادثان تماما اعتقاد المغرب في قوته، وزاد ضعف الجيش وسوء تنظيمه من تعميق ضعف الدولة، واعتبر حادث الانهزام أمام المستعبر مصيبة عظيمة وفجيعة كبيرة كان من نتائجها عقد هدنة مع فرنسا وأخرى مع إسبانيا بشروط قاسية مع تنامي أطماع الدول الأجنبية للاستيلاء على بعض المدن المغربية الساحلية. أدت هذه الوضعية المأساوية على المستوى الاجتماعي على إثر تبعات الهزيمة اندلاع ثورة القبائل، حيث صار مثلا أهل رباط الفتح على عاملهم
وثارت قبائل الشياطمة بالصويرة، وأصبح الوطن انفجارا على فوهة بركان وعلى أهبة ابن التفجر، ولم يستطع السلطان ضبط الحالة الثورية وإيقاف الثورة العارمة للشعب المنتفض. فاضطر الحاكم عبد الرحمن استدعاء ضباط من الخارج لتنظيم الجيش والبنيات الأخرى المتهرلة. والإحالة هنا إلى المرحلة السابقة لانتفاضة الريف المهولة ضرورية وأساسية لفهم أحداث الريف، لأنها تكتسي أهمية بالغة بما حملته من مستجدات على جميع الأصعدة. أولها أنها جعلت الأنا العربية عامة والمغربية بصفة خاصة، وهي أنا يتقاذفها التخلف وتطوقها أسباسه من كل حدب وصوب أمام آخر غربي متقدم قطع أشواطا في التقدم والتحديد. الأمر الذي أسفر عن وعي جديد بالآخر، ومن خلاله تم رتق الوعي بالذات أو في أقصى الحالات إعادة بنائها. ثانيا، تمظهر هذا الوعي من خلال مجموعة من المقاربات حاولت إعادة الفارق الذي تعرض له للانهيار، والبحث عن توازن منشود يحكم علاقة الأنا بالآخر. يختزل عبد الله العروي في مؤلفه الإيديولوجيا العربية المعاصرة تلكم المقاربات في ثلاث: مقاربة الشيخ، ويرى أن الحل من الأزمة يكمن في التشبث بالعقيدة الدينية، ومقاربة الزعيم السياسي الذي يعتبر الرؤية الليبرالية مدخلا لكل إصلاح وكل تحديث، وأخيرا تنبري مقاربة داعية التقنية، وعندها أن مفتاح التقدم هو النشاط العلمي الصناعي. وساهم الأدب عامة والشعر خاصة في التعبير عن هزيمة الجيش المغربي في مقاومة المستعمر. وفي هذا الأمر يلاحظ الناقد الأدبي محمد بن تاويت أن النصوص التي قيلت عقب وقعة إسل المشؤومة لم تصلنا بنفس الكثافة التي وصلتنا بها تلك التي قيلت عقب احتلال تطاوين سنة 1860. ومن القصائد التي حملت معها زفرات تطاوين وآهاتها ما قاله الفقيه المفضل أفيلال المتوفى سنة 1886: يا دهر قل لي علاما كسرت جمع السلامة، نصبته للدواهي ولم تخفي من ملاما، خفت قدر مقام للرفع كان علاما. ويصور الفقيه أحمد الجندي استماتة أهل تطاوين في الدفاع عن مدينتهم وشرفهم، فيقول: بقوة حاربوا الكفار، امتثلوا فليس للكف في حريمهم وطر. وأما أهل الريف فقد بقي في نفوسهم التحامل على ما لقوه إثر المحلات التي تلاحقت في فترة زمنية بشكل مكثف وغير منقطع، ولما تبعته الدولة المخزنية من سياسة خارجية ضعيفة منهزمة. كانت فيها الدولة المخزنية في موقف المغلوب، مضطرة لإبرام معاهدات الاستسلام ثم الدخول في الحماية الفرنسية والإسبانية، مما أثر سلبا على منطقة الريف وأهلها الذين رفضوا الاستسلام وأعلنوا المقاومة حتى آخر رمق وآخر نقطة دم. أيها الطلبة الأحرار، إنكم الأمل الذي يتهيأ في المستقبل القريب، فلا يهزمنكم تجبر المخزن وطاغوته عن ما خلقتم له من تحرير الإنسان من عبودية غير مشروطة في دولة ضعيفة تتلاعب بها الدول الإمبريالية الحداثية. لا تنسوا تاريخكم، فهو مكون محوري لصناعة حاضركم ولاستشراف مستقبلكم. فخذوا من التاريخ العبر، وتعلموا من الأجداد لإعلاء الهمم وتوحيد الكلمة والصف، فبهما تتحقق أبعد الأهداف وأعوصها. تعرض أهل الريف لكل أصناف الطغيان والقهر والتجبر من طرف المخزن، وعانوا من أساليب الردع حتى يردهم المخزن عن مقاومة الاحتلال الإسباني. ولم يزد ذلك أهل الريف إلا تمسكا باستقلاله وحريته، رغم تخلي المخزن عن حمايته
وعن ضمان انتمائه للوطن الكبير الواحد، وهذا دافع قوي عمق الهوى بين أهل الريف والمخزن. اختار أهل الريف المقاومة ولم يستسلموا، وأظهروا إرادتهم الدفاع عن استقلالهم، وتأجست عصبيتهم ولم تقبح هزيمتهم للحياة كمجتمع حر لا يقهر ولا يهزم أمام تدخل خارجي مهما كان الثمن. واستمرت علاقة أهل الريف مع حكم المخزن بهذه الكيفية مع كل الملوك الذين تعاقبوا على الحكم، إلى أن كان مسك الختام وآخر من مارس الاستبداد والتهميش والردع الملك الراحل الحسن الثاني، الذي أظهر حنقه وحقده على الريفيين ومنطقة الريف بالتهميش والتفقير وتنصيب البرانيين المسؤولين على المنطقة في جميع المجالات من التعليم والقضاء والتدبير الإداري. وتم تهميش أهل الريف ووضعت المنطقة خارج التنمية البشرية. تبع كل المسؤولون الذين قدموا للرئاسة على الريفيين سياسة الملك الراحل حسن الثاني، وعانى الريفيون ما عانوا من إخداع وإذلال من الدخلاء من داخل المغرب الذين ساروا على نفس خط ما قام به ممن سبقوهم من أعوان المخزن من سلوكات مشينة ضد ساكنة الريف من إقصاء وقهر وتجبر واستدلال وعنصرية وانتقام. وعانى أهل الريف من جراء تحكم الأجانب في تسيير وطنهم الآلام والسجن والاعتقالات والاختطافات والإبادة الجماعية. ظلت موجة الرفض متأججة وغير قابلة للخضوع، ولم يقبل أهل الريف بالرضوخ لسيطرة المخزن بعد أن ألفوا استقلالهم وحريتهم التي كانوا دوما يدفعون ثمنها من دمائهم وحياة آليهم وأموالهم وممتلكاتهم. ظهرت انتفاضاتهم مرات عديدة على شكل عصيان مدني منظم كانت آثاره قمعية ودموية وتصفوية، ولا يزال رفضهم للبرانيين والمخزنيين مستمرا ليومنا هذا. وهذا ما حدث مع انتفاضة الريف من أجل نصرة قضية شهيد الحجرة محسن فكري المعروفة بطحنمو. وليس ببعيد كانت أكبر تظاهرة عرفها الريف إبان اندلاع الربيع العربي نصرة للشهداء المناضلين الخمسة لحركة 20 فبراير، الذين تم حرقهم بدم بارد وتم نقلهم لمؤسسة البنك ليوهموا المجتمع من خلال إعلامهم الفاسد أنهم كانوا يحاولون سرقة البنك، وكأنه ليس بالبنك كاميرا ولا آلة إنذار. هنا حضر يوسف الإسماعيلي ليلتحق بالحلقة، وقبل أن يأخذ مقعده في الساحة أشار عليه الطالب الباحث أحمد ياسين بالتقدم لوسط الحلقة حتى يلقي كلمته التي هيأها للعرض في المؤتمر الطلابي العام. استجاب يوسف إسماعيلي لطلب زميله وتحرك بخفة إلى وسط الساحة، حيث اعتدل في وقفته وأخرج ملفا أسودا به أوراق بحثه الذي أعده للمشاركة به في المؤتمر. انطلق كالرياح العاصفة يحرك الهمم ويخرج الحماس القارع في نفوس شابة تطمح لمستقبل أحسن، نفوس تريد تغيير الواقع مهما كان ثمن التغيير. تحية طلابي أي الشباب العامل في نهضة مجتمعنا المتدهور، كما علمنا القائد رمز الحرية والكرامة محمد بن عبد الكريم الخطابي أن المقاومة هي السبيل الوحيد لدفع الظلم والحيف والقهر والاستبداد، وقد دفع أجدادنا لأجل ذلك ثمنا غاليا لا نقدر أن نستوعبه مهما ناضلنا وقاومنا. فهم ضحوا بأنفسهم وأهليهم وممتلكاتهم وفارقوا الأوطان لعلهم يلقوا بالخارج مخرجا أو مؤسسات إنسانية تدعم قضيتهم. كانوا مهددين بالتصفية والإبادة والتغبير والقتل وكل أنواع التنكيل. وهكذا أيها الطلبة الأحرار، هاجر بعض المقاومين من الذين استطاعوا الفرار من قبضة المخزن وأعوانه ومن ميليشيات الحزب المتحكم للمدن القريبة مثل طنجة وتطاون وفاس والدار البيضاء والرباط. وهناك حاول أغلبهم الاستقرار مع عائلاتهم
والاشتغال بالتجارة حتى يحققوا استقلالهم وحريتهم، ولا يرتبطوا بأية مصلحة عامة ولا بأية مؤسسة حزبية. ومنهم من هاجر إلى البلاد العربية المجاورة مثل الجزائر وليبيا، ومنهم من هاجر نحو البلاد الأوروبية مثل ألمانيا وهولندا وبلجيكا، ومنهم من رحل نحو بلاد المشرق لتلقي العلوم الشرعية وبحث لنفسه عن مجال خارج حكومة بلده التي لم تكرم مقاوميها الذين قاتلوا المستعمر لاسترداد حريتهم، ولكنه لم يكن إلا استقلالا ناقصا فكانت النكسة مضاعفة. استقر المهاجرون من الريف بتلك البلدان ولم يرجع أغلبهم إلى الوطن بعد تلك المآسي والتصفيات السياسية والدموية إلا بعد أن نسيت تلك الأحداث نهائيا. أين الجيل الموالي بالمدن الكبرى وبقي متشبث